السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الطريقه ديال السفوف. هما بحال الزميطه ولكن كنديروهم بالقطاني وبالحبوب ديال الزرع. هنا عندنا نص كيلو الزرع، يعني الزرع حب ماشي الزرع مطحون. كتمشي عند البلاصه ديال الرحبه فين كيتباع هذا الشيء، فين كتباع الزرع والقطنيه وداك الشيء، كتقولي له اعطيني الزرع ماشي فارينة. الدقيق الابيض هو فارينة، وهذا الدقيق الاسمر ولا كي تنقولوا له الفينو راه هو هذا الحبه الزرع. الحبه كتكون رقيقه وغدا شويه سمراء، ماشي بيضه بحال فارينة. المهم ثم تاكدوا على الزرع. عندنا هنا نص كيلو ديال الصوجا، عندنا نص كيلو ديال الذرة، عندنا نص كيلو ديال الشعير. الشعير هانتوما تشوفوه حتى هو من الحبوب، هذا الشعير نتاع الماكلة ماشي الشعير ديال اللي كيديروا الكسيبة، لان راه كاين الشعير فيه وفيه، كاين الشعير اللي كيعلفوا الكسيبة وكاين الشعير اللي منه كنخرجوا ديك كي تنقولوا البلبولات الشعير. خلاص عندنا هذا الحمص، حمص رقيق حتى هو نص كيلو. عندنا نص كيلو نتاع يلان، عندنا هنا 100 غرام ديال القرفة عواد، عندنا كيلو نتاع الزنجلان. هذا الكيلو ديال الزنجلان راني سبق لي ووريتكم التحضير ديال الزميته كي تنديروا الزنجلان، ولكن معليش غادي نعاوتاني نفقدكم به. هنا هذا الزنجلان هذا راه حنا كنقبطوه كنغسلوه كنعوموا عليه الماء، كنصفيه فواحد الشب فواحد الصفايه تكون عيونها رقاق اولا الغربال، وكنخليوه حتى كيقطر مزيان، وكنديروا واحد الزيف بيض كنديروا فيه داك الزنجلان وكنحاولوا نشروه هكا شي بلاصه نقيقيه، ولا حتى نشرتيه في السطح ماشي مشكل، غير تكون البلاصه نقيقيه وكتفرشي الزيف وكديري فيه ديك الزنجلان كتحليها هكا حتى كيبس. فاش كيبس كتهبطيه كتغربليه كتغربليه وكتنقيه، يعني كنقيوه بالصبع هكا كنديرو طبصيل بيض شي طبصيل بيض وكنبداو نقيو حبه بحبه. هنا عندنا سميتو كيلو ديال كاوكاو، هاد كاوكاو كنجيبو هاد الكاوكاو البيض هذا راه مقشر كنحتاجو هذا. هنا عندنا 50 غرام ديال النافع البلدي، وعندنا 50 غرام تاع حبة حلاوة سكر كلاصي على حسب ما غادي نقول لكم شحال، لان هاد القطاني اللي كيكونوا عندنا الزرع عندنا الحمص والذرة وهاد الصوجا هما في الاصل ديالهم حلوين. الصوجا الذرة الشعير الحمص يلان الزرع هادو كلهم راه حنا كنغسلوهم بالماء، كنغسلوهم حتى كنغسلوهم كنديرهم في شبيكات كيقطرو كنشمشوهم كناكل حاجه بوحديتها ما كنخلطوش كلشي، لان في التحمر كل حاجه غادي تتحمر بوحدها. كنقبطو سميتو كنشرو زويف كنشروهم حتى كيبسو مزيان، حتى كيبسو مزيان. فاش كيبسو كنديرو طبصيل بيض كنقيو كل حاجه بوحديتها باش كنقيوها. فاش كنقيوهم كنقطو واحد هكا مقله تكون ثقيله، كنقطو مقله تكون ثقيله كنديرو فيها ديك كل حاجه بوحديتها لحقاش كل حاجه التحمر ديالها، كاينه اللي كتحتاج الوقت بزاف كاينه اللي كتحتاج الوقت قليله، يعني ضروري كيكون عندنا هكا واحد الاناء اللي كيكون ثقيل باش واخا كديري كتحمري وما كتجهديش العافيه في التحمار، تخلي العافيه تكون مهيله وكتبقاي تحركي. ثم باش نوريكم اللي محمر اللي محمر واللي ما محمرش هكي تيكون في اللون. عندنا هذا الذرة، هذا الزرع راه كيتحمر حتى كيطلع له اللون،
ولكن على عافيه مهيله ما كنجهدوش العافيه وكتبقى يدينا فيها. ها هو يلان هانتوما، ها الشعير، ها الحمص. يعني ماشي كنحمروه حتى كنحرقوه وما كيبقاش خضر. احنا مثلا حمرنا يلان لان علاش الطبق مهول الشعير ديالنا كلشي. دابا هنا راني وريتو لكم محمر، هانتوما هضره، هانتوما الزرع، ها الصوجه، الحمص. هادشي حنا كلو حنا شركناه، هانتوما كتشوفو. غادي نزيد معاهم هاد القرفه، هنزت هاد القرفه. دابا هادو حنا كنصيفطوه للماكينه ديال الزنقه. راه كاينين الماكن اللي خاصين بهاد القوام ديال الزميته، يعني اي ماكينه كتكون كطحن كدير الطحين، اللي الماكن اللي كيطحنوا فيهم الطحين راه يمكن له يطحنوا لكم هادشي ديال الزميته. عندهم عاوتاني ماكن خاصين بهادشي تاع القطنيه والحبوب اللي خاصين بالزميته. دابا هادو غادي نصيفطهم نطحنوهم، غادي نزيدو معاهم حتى عندنا هاد النافع وحبه حلاوه، حتى هما غادي نزيدوهم مع هادشي باش يطحن معاهم. شنو اللي بيبقى لنا؟ غادي يبقى لنا غير الزنجلان وكاوكاو وسكر كلاصي والسمن وزيت المائده. هادو غادي يبقاو حتى نطحنوهم ونجيبوهم نغربلوهم، عاد ديك الساعه نزيدو عليهم ديك المقادير. دابا هنا عندنا الزنجلان حمروه، الا كان عندنا الفران شاعل راه كنديرو فواحد القزديره كندخلوه للفران، ولكن ما نغفلوش عليه باش ما يتحرقناش. ما كانش عندنا الفران راه حنا كنديرو غير ديك المقله اللي كنستعملو، كنبداو كنحمرو شويه بشويه حتى كنساليو بتحمر. هذا الزنجلان، هذا كاوكاو عاوتاني كنغسلوه حتى هو، كنغسلوه كنديرو فواحد الصفايه حتى كينشف، ثم كنشرو حتى هو في زويف حتى كندوزوه في الشمس. ومن بعد فاش ما كنشمشوهم، دابا عاد نقليوهم في الزيت. هنا عندنا طرونس ديال الزيت باش غادي نخلطو نيت ديك الزميته. بعد ما حماد الزيت، راه الزيت كنخليوه حتى كتسخن مزيان، كرميو غير هكا ديك جوج حبات كنتاكدو من الزيت بان راها سخونه. صافي كنديروا انا درت كاوكاو، ثم الا بغيتو تعوضوا كاوكاو باللوز ممكن. غير اللوز راني سبق لي وريتو لكم في الزميته العاديه، هذيك راه درت فيها الزميته العاديه، درت فيها اللوز، وهذه بغيت نديرها لكم كاوكاو. بغيتو تعوضوا هذه، يعني الا ما بغيتوش كاوكاو بغيتو ديروا اللوز ممكن. درنا على كاوكاو اللي بلا قشور، وإلا كتبوا كنتو غادي ديروا كاوكاو مول القشور حتى هو راه بحال غير كاوكاو اللي فيه القشره. راه حنا ما كنديروش هاد الطريقه هذه، يعني كنغسلوه ونشفوه وعاد كنقليوه في الزيت. هذاك شنو كنديروا له؟ كنجيبوه ندخلوه للفران كيتحمر مزيان في الفران، ثم كنقشروه. بغيتو دوزو هكا في الزيت، ولكن غير خصكم الزيت، يعني الزيت تكون سخونه، دوزوه دغيا كيتحمر هذاك، يعني كدوزيه في الزيت عاد كتدقيه باش ديريه في الزميته. هذا هو الفرق اللي بيناتهم. هذا كنغسلوه وخلاص، هذا راه منقي، كنغسلوه ونشفوه. الاخر لا، الاخر كنحمروه في الفران ونقيوه ونحيدوا له القشور. عاد ديك الساعه بغيتو ديرو هكاك طحنوه، بغيتو دوزوه في الزيت دوزوه. هو علاش هذا الدوزه في الزيت؟ كندوزو هادشي هكا في الزيت، كيبقى محافظ على التكرميله ديالو، واخا الزميته كتبقى واحد المده طويله ما كيوقع لها حتى شي حاجه. حنا من بعد ما حيدنا كاوكاو احنا درنا الزنجلان. غير الزنجلان راه هو كي مع رفيت بعدا محمره في الفران، راه ما كياخذش الوقت بزاف، يعني دغيا كيتحمر، حنا ما نحيدوش يدينا منه. ها هو الزنجلان بعد ما كيتحمر، احنا كنقطو واحد الصفايه ولا غربال وكنصفيوه هكا.
زيت اللي قلينا فيها كاوكاو وقلينا فيها الزنجلان، راه هي بهذه نخلطوا هذا الصفوف ديالنا. هنا عندنا 4 المعالق السمن كبار، كنطلقوا في هذا الزيت هكا وهي سخونه. كنخليو ديك السمينه كتطلق في ديك الزيت. القطاني ديالنا راه حنا ديناهم هادو اللي كيطحنوا هادشي نتاع الزميته، حنا طحناه راه ملين مزيان، طحن مزيان. فاش كنديوه الماكينه اللي كيطحن هادشي كنقولوا له يرطبوا. حنا عندنا المصلاحه ديال ديك هذاك القطاني وديك الحبوب، محتاجين لديك النخاله ديالهم، يعني راه النخاله ديالهم راها فيهم، راه ما محيدين لا نخاله لا والو. فاش كنجيبوه من المطحانه ملي كنطحنوه، راه حنا كندوزوه في واحد الغربه اللي يكون رقيق غير باش كيتحلوا لنا ديك الكويرات وديك الشيء. انتما تشوفوا ها اللي بقى. احنا دابا غادي نغربلوه سكر كلاصي، غادي نغربلوه. راه حنا كنديروه في شي ماعون يكون كبير، اما بحال دابا كابانيو ولا طاوة كبيره، لان القطعه ما ديترفدوناش. هو كل كيلو كنديرو فيه ديك 200 غرام، ولكن بالنسبه عندنا هنا الحمص كيكون حلو، ديك الصوجا كتكون حلوه ضره حتى هي. ما كثروا السكر حتى يذوق بنادم عادي يشوف. ها هو كاوكاو، ها هو طحنتو، انتم كتشوفوا راه ما خليت حتى نص صحيح ما خليتوش، هو مطحون مزيان. الزنجلان حتى هو طحنتو، هانتوما كتشوفوه راه كله مطحون. هنا غادي نزيدو هذا الزنجلان، الكاوكاو، غادي نزيد واحد جوج معالق كبار ديال القرفه. القرفه خلاص مطحونه، غادي نخلط كلشي ونذوق الحلاوه قبل ما ندير الزيت والسمن. دابا كيبقى لكم نتوما الاختيار، بغيتو تخلطوها كامله راكم كتخلطوها كامله، بغيتو تخلطو غير النص وتخليو النص حتى توقفوا عليه عاد تخلطوه ماشي مشكل. بحال دابا مثلا تقدروا تخلطوا النص والنص كيبقى هكا طحين، كديروه في سميتو في شي سطيل ولا شي جبانه كتكون الغطايه ديالها كتروم مزيان، كتخليها فوق ما بغيتي تخلطي الزميته كتخلطيها. هنا عندنا ديك الزيت اللي قلينا فيه هذيك الشيء مع السمن، هي هذه. حنا دابا ما نديروهاش كامله لحقاش حنا راه ما درناش الخليط كله. هذه حنا راه ما كنتخطخوهاش بالزيت، ما كنجيبوهاش فازقه بحال سلو. هذه الصفوف كتكون شويه ناشفه، وكيبقى لك الاختيار عاوتاني، كل واحد عاوتاني كيفزق على حسب كيما كيبغيها. نوصيكم ربما لما يعني بقالكم هذا بقالكم الصفوف ناشفين وانتم بغيتوا تزيدوا تفزقوهم بحال دابا هكا بليدام، شنو ديروا لهم؟ ما ديروش الزيت خضراء، يعني مثلا زيت من البيدو ديروها، لا يعني كديروها كتغلي، كديروا الزيت في كاسرونه كتخليوها تغلي تقريبا واحد 3 دقائق، تغلي وتعاود عاد كتزيدوها في الصفوف ديالكم. كنبقاو ندلكوها حتى ما كنقووش ليدام، ولكن كنعطيو دليك. دابا فاش كنسميتو كنجيبو واحد السطل، ودائما الماعن تاع الزميته والحلوه وهذا الشيء سميتو دائما كنحتاجو له الماعون يكون جديد، كنحتاجو السطيل يكون جديد، القفالة ديالو الغطاية ديالو كتكون كتروم مزيان، باش فاش كنعمرو السطيل ديالنا ولا الجبانة كنديرو لها واحد البلاستيكة من الفوق عاد كنغطيو بالغطاية. هكا كنكونو نهينا الصفوف ديالنا اللي صحيين ولذاذين. ما تنساوش الانخراط في القناة ديالي على اليوتيوب، وخليوا لي الاقتراحات ديالكم في التعليقات. بالصحة والراحة.